حلقة جديدة من المساء اليمني، أهلا بكم. يصادف اليوم الذكرى الثامنة لحادثة قصف معسكر العبر والذي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الجيش، أبرزهم العميد أحمد يحيى الأبارة. 8 سنوات والقضية طي الغياب والتغييب رغم تعهد التحالف والحكومة حينها بفتح تحقيق في الحادثة. الشيء الأكثر إيلاما ليس فقط أن هذه الجريمة مرت دون حساب، بل إنها كانت مفتتح جرائم طيران التحالف السعودي الإماراتي تحت لافتة ضربات خاطئة، والتي تمكن من خلالها التحالف من قصف وتصفية العديد من خيرة القيادات العسكرية والسياسية والحزبية في مناطق ما تسمى بمناطق الشرعية. استهدف التحالف الجيش الوطني في العبر وفي نهم وفي أكثر من جبهة، وحال دون تقدمه أربك المعركة وسجل نقاط نوعية لصالح الحوثيين. اليوم أين الجيش الوطني وقياداته من هذه الجرائم؟ أين ذهبت نتائج تحقيق مقتل العميد الأبارة والجرادي والزيادي وغيرهم؟ هل سيستمر الصمت والتواطؤ؟ ما موقف وزارة الدفاع والحكومة مما يجري بحق قادة الجيش؟ هل هناك استهداف لوجود الجيش اليمني وممن؟ وما هو مستقبل المؤسسة العسكرية اليمنية؟ مشاهدينا، دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير وبعد نعود للنقاش مع ضيوفنا، ابقوا معنا. 8 سنوات مرت ولا يزال السؤال عن سبب استهداف التحالف لقوات اللواء 23 ميكا في منطقة العبر لم يلقى أي إجابة واضحة، رغم وعود السلطات الحكومية وقيادة التحالف حينها بفتح تحقيق بالحادثة. 7 يوليو 2015 شهد معسكر العبر بمحافظة حضرموت واحدة من أبشع الانتهاكات التي ارتكبها التحالف السعودي الإماراتي بحق الجيش الوطني، متسبباً بمقتل وإصابة مئات الضباط والجنود على رأسهم العميد أحمد يحيى الأبارة. اتخذ الجيش من هذا المعسكر موقعاً لمواجهة تمدد ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة مأرب قبل أن يقصف بطيران التحالف تحت مبرر ضربات خاطئة، رغم بعد المعسكر أكثر من 300 كيلومتر عن أقرب نقطة تماس مع الحوثيين. كانت تلك الجريمة الأولى ولم تكن الأخيرة التي يقصف فيها الجيش من قبل طيران التحالف، فهناك العديد من الملفات المشابهة التي تم تجاهلها من قبل الحكومة الشرعية. تقول المعلومات إن معسكر اللواء 23 ميكا كان حينها يضم عدداً من قيادات الجيش الوطني قبل أن يتم قصفهم، كما حصل لقيادات عديدة لاحقاً في مأرب وتعز ونهم وغيرها. أضعفت تلك الضربات من تماسك الجيش ومنعته من التقدم إلى بعض المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. رافقت ذلك حرب من نوع آخر، انقطاع مرتبات الجنود لشهور طويلة ونقص إمدادات الأسلحة. في المقابل ذهب التحالف السعودي الإماراتي باتجاه إنشاء تشكيلات عسكرية خارج المؤسسة العسكرية ومدها بالمال والسلاح لتصبح عبارة عن فصائل عسكرية موالية له. ومع حلول الذكرى الثامنة لقصف معسكر العبر يتكرر وجع أسر الضحايا الذين ما زالوا يبحثون عن العدالة لقضايا ضحايا الجيش الوطني المنسية، يواجهون وحدهم محاولة طمسها من قبل كافة الأطراف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، دعوني أستضيف معي في هذه الحلقة نجل الفقيد العميد أحمد الأبارة عبد الرقيب الأبارة. أهلا وسهلا بك معنا عبد الرقيب. أهلا وسهلا بكم. وكما ينضم إلينا أيضا عبر السكايب اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي سابقا، أهلا بك أيضا ضيفي سيادة اللواء. أبدأ أولا مع عبد الرقيب. إذا عبد الرقيب، 8 سنوات حتى الآن مرت على جريمة اغتيال والدك في معسكر 23 ميكا في العبر، ما الذي تغير منذ ذلك التاريخ؟ هل من جديد فيما يخص قضية التحقيق أو يعني ما يخص التحقيق في جريمة اغتيال والدك؟ حقيقة أنه منذ اليوم الأول لاغتيال الوالد الشهيد
طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق لأنه التحالف قال أنه تم ضرب معسكر العبر بضربة خاطئة. وخاطبنا وزارة الدفاع في وقتها أنه يجب أن يتم هناك تحقيق شفاف وعادل في هذه الضربة. لكن بعد 8 سنوات من الحرب يعني حتى اليوم لا زالت العدالة غائبة ولا زال التحقيق لا يعلم نتائجه حتى الآن. ماذا كان رد وزارة الدفاع عندما خاطبتم واحدة؟ وزارة الدفاع قالت أنها تواصلت مع السلطات السعودية، سلطات التحالف إجمالا، وقالت أن هناك تحقيق يجرى وأن التحقيق يتابع. لكن تم لا أدري يعني كنا نتواصل معهم ويقولون التحقيق جاري لكن لم يعلمنا بأي نتيجة. هل ترى أن هناك جدية في المتابعة من قبل وزارة الدفاع؟ لم يكن هناك جدية، يعني الحكومة أن تعلم الحكومة اليمنية أو الشرعية قرارها ليس بيدها، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها في مثل هذا الملف الحساس، خاصة وأن لوالدك رفاق موجودين في مؤسسة الجيش. كثير من الرفاق يمكن القول أن ضربة العبر كانت مقدمة لضربات أخرى استهدفت قيادة الجيش الوطني. وبالتالي الكثير من رفاق الوالد الشهيد استشهدوا في المعركة سواء في الميدان أو حتى البعض ضربات التحالف، والبعض ذهب في اغتيالات وآخرهم كان اللواء محمد الجرادي. نعم، سأعود إليك وهنا أريد أن أسمع لرأي ضيفي في الطرف الآخر سيد محسن خسروف. سيد محسن، ما التفسير برأيك الذي يؤخر مسألة الإعلان عن نتائج التحقيق لثمان سنوات حتى الآن؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك ولنا العزيز عبد الرقيب أحمد يحيى غالب العبارة. الحقيقة هي أنه طلب التحقيق يعني عمر الجاني ما حقق مع نفسه جريمة ارتكبها هو، يعني جريمة العبر كانت جريمة مخطط لها مسبقا، سبقها زيارة ضابط إماراتي إلى المعسكر ووضع الإحداثية اللازمة وحط الشرائح اللازمة وعمل كل ما يلزم وغادر، فجاءت الغارة، مش غارة جوية واحدة، غارتين تبعتها ثالثة، قتل فيها قائد المعسكر قائد اللواء العميد أحمد يحيى غالب الأبارة وعشرات الضباط ومئات الجنود. يعني الجريمة هذه مخطط لها يعني، والمسؤول عنها التحالف، كان يقال أن الطيران الإمارات هو اللي جنب هذه الضربة وأن السعودية ستتولى التحقيق، وأنا وأقول الكلام هذا أكثر مرة، طيران التحالف لا تتحرك طائرة منه في أي مهمة عسكرية إلا بأمر من غرفة العمليات المشتركة بالرياض. يعني تقول أيضا أنه حتى قصف الجيش في نقطة العلم في عدن وغيرها من ضربات الطيران كانت السعودية على علم بها وانطلقت توجيهات من أراضيها؟ نعم، وبأمر عملياتي وباعتراف أحد المحللين السياسيين اللي هو العقيلي قال الكلام هذا، قال إحنا قلنا في البداية أن هذا المناطق خط أحمر، وحينما تحرك الانتقالي فيها حلق الطيران فوق المواقع أو المناطق انسحبوا منها، لكن ما كناش متوقعين أن الضربة ستكون هذه المذبحة، قالها في مقابلة مع في قنوات التلفزيون العقيلي، يعني قال ما كناش متوقعين تصل هذا المذبحة البشعة. أما هذه الضربة في حد ذاتها هي أمر متفق عليه بين قيادة عمليات غرفة العمليات الخاصة للتحالف تدير عمليات القوة الجوية والعمليات العسكرية، مش بس كذا، في غرفة العمليات ضابط أمريكي، ضابط ارتباط أمريكي يكون على اتصال وعلى معرفة ويعطي التوجيهات النهائية لعمليات عسكرية للتحالف. طيب كم احتمالية أن تكون فعلا الضربة خاطئة ولم تكن عن قصد فيما يتعلق بقصف معسكر العبر؟ لماذا الخطأ؟ لو كانت في سرواح أو في نه أو في الجوف نقول أنها عملية خاطئة باعتبار أنها مناطق مواجهة بين الجيش الوطني والحوثيين، نقول هيحصل هذا، لكن في منطقة العبر على بعد أكثر من 350 كيلو من منطقة العمليات العسكرية لا يوجد نشاط عسكري، لا يوجد نشاط تخريبي، لا يوجد نشاط للحوثيين، ليس هناك أي نشاط عسكري على الإطلاق، العملية
كانت مقصودة. اللواء 23 ميكا بقيادة المرحوم أحمد يحيى غالب الأبارة كان يعني عد هذا اللواء إعداد عسكري جيد وتم تدريبه بشكل جيد، وكان عنده خطة في ذهنه للوصول إلى صنعاء عبر ذمر، وكان أيضا مكلف بحماية المنشآت الحيوية زي منابع النفط، وكان في تكليف ثالث له كانت الخيارات مطروحة يعني أن يتجه باللواء إلى نام، يتجه إلى صنعاء. فقدم خطة بديلة، قال أنا علي أصل إلى صنعاء عبر ذمر يعني، وهناك تنسيق له مع قيادات في الجيش الوطني، في الجبهة الوطنية، في المقاومة الوطنية، في عنز، في عتمة، في ريمة، في وصاب، كان سيجد دعم غير عادي ترفض قوته حينما يصل القوة التابعة له حينما يصل إلى ذمر. نعم. وكانت الخطة تكاد تكون ناجحة 100%، لكن الذي حصل أنها جاءت هذه الغارة. حينما ضربت الصالة في صنعاء، مش خروج عن الموضوع، حينما ضربت الصالة في صنعاء وجهت التهمة لأحد القيادات العسكرية الكبرى أنه يعني اثنين من ضباطه هم الذي أعطوا الإحداثيات للتحالف لضرب الصالة يعني، وكان يريد أن يحملها المسؤولية. فقال لي أنا بالحرف الواحد، قال إن لم يرعوا، إن لم يعني يعتدلوا قيادة التحالف سنحيي جريمة العبر، سأنبشها من القبر يعني. من هذا الذي قال لك هذا الكلام؟ أحد القادة الكبار، أنا في حل من ذكر اسمي يعني. نعم. إذا لازم الأمر في تحقيق سأقول اسمي يعني. قائد معلومة خطيرة. نعم. نعم. قال سأحيي جريمة العبر، سأنبش قبر جريمة العبر وأخرج الفاعل منها. طيب أريد أن أسمع إلى كلام أحمد الأبارة، سأعود إليك سيادة اللواء. أنتم بالنسبة لكم كأسرة وأنتم متابعين القضية، هل صدقتم ما زعم أنها كانت ضربة خاطئة حينما قيل لكم هذا الكلام؟ منطقياً لا يمكن لأي شخص أن يصدق أن ضربة خاطئة، لأنه أقرب نقطة للمواجهات كانت تبعد أكثر من 300 كيلو. ومعسكر العبر يعتبر وزارة الدفاع بمعناها الأساسي، تعتبر وزارة في ذلك الوقت. أيوة، هو مقرك الرئيسي، هو المقر الذي يجتمع فيه القيادة العسكرية بالكامل، ولذلك لم نصدق ابدا، وكنا فقط ننتظر الى اين سيذهبون بالتحقيق، هل سيحضرون وكما قال العميد اللواء محسن خسروف ان الجاني لا يحقق في جريمه ارتكبها بنفسه، وهذا هو الحاصل، انه بعد 8 سنوات الجريمه قيدت ضد مجهول حتى الان. طيب هل تواصلتم مع منظمات معنيه بالدفاع عن حقوق أسر الضحايا الذين يسقطون في مثل هذه العمليات، جهات تعمل على الدفاع وعن حقكم في معرفة الحقيقة مثلا؟ حاولنا التواصل مع العديد من المنظمات، لكن كلما تم التواصل مع منظمة أو شخص، التحالف يمتلك يعني قدرة نفوذ قوي، وبالتالي الكثير يقول أنه لا يمكن محاكم، ممكن أن تصل إلى نتيجة أو يعني هناك محاولات سرية لإخفاء معالم هذه الجريمة. الجريمة نفذت بتخطيط مسبق، وبالتالي لا تحتاج إلى طمس معالم. يعني الجريمة نفذت وهنا يعني بعد أن اجتمع الوالد الشهيد مع العديد من الضباط الإماراتيين والسعوديين وقدم لهم الخطة، وحين حتى أنه حدث يعني يمكن القول تلاسن ما بين الوالد الشهيد وبعض الضباط، بعدها ب3 أيام فقط تم اغتيال الوالد الشهيد، لم يكن هناك اقتناع. خلينا نتحدث عن هذه النقطة، حدث تلاسن بينه هو ومن؟ أي ضباط؟ اختلاف بينه وبين بعض الضباط الإماراتيين عندما جاءوا للقاء معه وتحدث معه، قالوا وضع لهم الوالد الشهيد الخطة، ومن ثم وجهوا إليه كلام، قالوا إيش علاقتك بالموضوع يعني، إيش علاقتك بالموضوع؟ أخبرهم بصفتي قائد في الجيش الوطني وأنا أبحث عن تحرير البلاد يعني بأسرع وقت. لم يرق لهم كلام الوالد الشهيد وخرجوا. هل كنتم على تواصل مع والدكم في تلك الأيام؟ أنا كنت هناك يعني في معسكر العبر. كنت موجود في معسكر العبر؟ نعم في معسكر العبر. كم بقيت هناك؟
أنا كنت أثناء الضربة كنت موجود هناك. أها. أخبرنا عن اليوم الذي حدثت فيه الضربة. كان في 20 من رمضان، يعني الضربة حدثت في 20 من رمضان بعد الإفطار تماماً. كعادة الوالد الشهيد يذهب بعد الإفطار يفطر هناك، يعني كان أغلب الأيام يتناول إفطاره في المعسكر، وذلك اليوم ذهب لتناول الإفطار، وبعد الإفطار يقوم بتدريب الأفراد، يجمع الأفراد ويقوم بتدريبهم. أنا عادة أكون هناك معه في المعسكر، وعادة أظل في السكن. في هذاك اليوم حاولت التواصل، سمعنا صوت الغارة الأولى ومن ثم الغارة الثانية والغارة الثالثة، ثلاث غارات. حاولت التواصل بالوالد الشهيد بالرفاق الذي ذهبوا مع عيال عمي كانوا معه وكثير من أبناء ريمة، حاولت التواصل بهم. حينها علمت أن الوالد الشهيد قد قضى شهيدا وأنه لا يمكن التواصل به. ما الذي جاء في بالكم حين عندما سمعتم صوت الغارات الجوية؟ اعتقدنا أنه انفجار عادي، لم نكن نعلم أنه غارة جوية، لأنه لم نكن نتوقع أن تصل الغارات إلى هذا المكان، يعني مستحيل، يعني لم يكن يخطر على بالنا يوم أنه من طلبت أن يكون حليفك استعادة الشرعية هو الذي يقتلك، وأنت وياه تخوضون معركة واحدة ضد الميليشيا. يعني أنت كنت متواجد في المعسكر عندما حضر هؤلاء القادة أو الضباط؟ في سكن خاص بالمعسكر، لم أكن في المعسكر. ليس في وقت الغارة، وإنما عندما قدم الضباط الإماراتيين والسعوديين للقاء والدك. هم قدموا قبل ثلاثة أيام. هل تعرف ما الذي كان يدور هناك بالضبط، يعني إذا لديك تفاصيل؟ أنا لم أكن في الاجتماع، لكن الوالد الشهيد حكى لي ما حصل. يعني نعم. ماذا طلبوا منه؟ ماذا كانوا يريدون بالتحديد؟ هم من بداية المعركة لم يكونوا، يمكن أن تشاهد الوضع حاليا كيف أصبح البلد ممزق. من بداية المعركة لم يكن لديهم خطة واضحة لتحرير البلاد، وهذا ما يحصل اليوم، إنه البلد أصبحت ممزقة وكل طرف يحكم في جانب. نعم. أعود لك سيادة اللواء، استمعت إلى ما قاله عبد الرقيب الأبارة على عن بعض التفاصيل التي عاشها أثناء الغارات الجوية التي استهدفت المكان أو الموقع الذي كان فيه والده، هل من تعليق لك؟ أنا أقول لك بالنسبة للتحالف العملية كانت مبررة بالنسبة لهم يعني، ومخطط لها مسبقا. إذا علمنا شيء أساس أن أحمد يحيى غالب الأبارة كان عضو وقيادي كبير في الجبهة الوطنية الديمقراطية، وكان يقود العمليات العسكرية في ريمة وعتمة ومصاب ضد النظام حينها يعني، وهو عضو قيادي كبير في الحزب الاشتراكي اليمني، ومعظم منتسب اللواء من أبناء وصابين وعتمة وريمة، معظمهم بخلفية حزبية الجبهة الوطنية أو الحزب الاشتراكي. هذا اللواء كان لواء نوعي من حيث الإعداد والتدريب والفكر الثقافة الوعي، يعني كانوا لواء نوعي من عدة نواحي، التدريب النوعي والثقافة الوطنية النوعية أيضا. فكان رأوا في هذا اللواء خطر داهم على خطط التحالف في اليمن. إذا عرفنا أن التحالف لم يأتي ليعيد الدولة الشرعية أو ليمنع الحرب أو ليستعيد العاصمة، وأن مخططه هو جغرافي للاستيلاء على مناطق استراتيجية في اليمن والإدامة هذه الحرب حتى تصبح حرب منسية، ومنع انتصار الجيش الوطني ومنع انتصار الحوثي ومنع هزيمته، هكذا كما هو هي ما نحن عليه الآن. يعني في عملية الصالة كان هناك قيادات سياسية في الدولة موجودة في الصالة كان يعول عليها أنه سيكون لها دور كبير في الخروج من الأزمة التي نحن فيها عن طريق مكانتهم الاجتماعية، نفوذهم الاجتماعي، نفوذهم السياسي، تكتير الجميع، بحيث إذا اتجهوا نحو السلام يتجهوا بقوة وسيضعوا الحوثي أمام الأمر الواقع. لكنهم قتلوا في هذه الضربة، قتلوا من ضمن قيادة عسكرية ومدنية. هذا ما حصل يعني هذه لم تأتي عفو خاطر، العملية هذه ليست عفو خاطر، كان مخطط لها والهدف الاستراتيجي. نعم سيادتك. ضرب هذا اللواء النوعي شكلا وموضوعا وفكرا. يعني هذا اللواء النوعي الذي تحدث عن، هل تلقى وعودا في البداية بأنه سيلقى دعما من أجل يعني تنفيذ هذه الخطة التي كانت لديه، لأنه تحرك إلى العبر واجتمع حوله عدد من الأفراد وبدأ بتدريبهم في ذلك الوقت، هل تلقى أي وعود؟ من كان يدعمه في ذلك الوقت؟ أولا معسكر العبر ما كانش مجرد معسكر تدريبي للواء 23 ميكا،
كان مقر قيادة إنشاء الجيش الوطني اليمني. البدايات الأولى لإنشاء الجيش كانت في معسكر العبر، وكان اللواء حينها محمد بن علي المقدشي هو من يقود هذه العملية، وقائد المنطقة العسكرية عبد الرحمن الحليلي هو من أعطى توجيهات بناء على أوامر إعطاء هذا المعسكر في منطقته ليكون مقر لقيادة الجيش الوطني، مقر رئاسة الأركان ومعسكر تدريبي. فكان الخطة هي هكذا، كان المقدشي يرقد في العنبر مع الجنود، هو ومرافقيه، او في عنبر خاص هو ومرافقيه، لم يكن حتى لديه مكتب كبير او سكن خاص يعني. وكل القيادات كانت الضباط وغيرها كانوا يعيشون وضع خاص يعني، كلهم على استعداد للعمل للتدريب للانجاز للسهر اخراج هذا اللواء الى حيز الواقع حتى انجزوا هذه المهمه. فكان يعني كان يمكن ان يحصل يعني تحول نوعي في سير المعركة، في دور الجيش الوطني، في دعم المقاومة، حتى الوحدات العسكرية اللي كانت موجودة وكان يقودها ومن المؤسسين لها عبد الرب الشدادي وقادة آخرين من ضمنهم المناظر مفرح بحيبح وآخرين يعني، وحتى محسن محمد الداعري وزير الدفاع كان قائد قوة عسكرية هناك في صحن الجن وله إسهامات في هذا الجانب، كان قيادة نوعية تعمل، ولكن كان الضغط عليها شديد في المعارك. فكان الأمل أن يأتي هذا اللواء ليشكل دفعة نوعية يعني في اتجاه صناعة عبر نهم، أو يعني تفتح له جبهة خاصة عبر ذمار يعني. الدعم الذي كان يتلقى من المقاومة الوطنية من أبناء عتمة وريمة ومصاب وذمار وعنس على وجه الخصوص الذي مغرب عنز، الذين لهم كان صلة مع الجبهة الوطنية وكانوا على استعداد أن يقاتلوا ويتجهوا نحو العاصمة. كانت الأفكار نعم يعني سأعود لك سيادة اللواء، ولكن قوي فيها والثقة في انتزاع النصر كانت واردة جدا يعني. سأعود إليك سيادة اللواء، ولكن أريد أن أخذها أيضا من جانب قانوني، ولذلك أريد أن أستضيف أيضا معنا في هذه الحلقة المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان. أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الرحمن برمان. قبل قليل كنت أتحدث أنا والسيد عبد الرقيب العبارة عن إن كانت هناك أي جهة معنية بالدفاع عن قضيتهم ومحاولة معرفة مصير الحقيقة أو حقيقة ما جرى في ذلك اليوم، وقال أن السعودية لها نفوذ كبير على كثير من المنظمات ولذلك لا يوجد أي صوت فعلا ظهر للدفاع عنها. هل ممكن تتحدث لنا في هذه النقطة كيف يمكن الدفاع عن هذه القضايا ومحاولة ظهر الحقيقة؟ نعم، مساء الخير لك وضيوفك الكرام وأيضا للمشاهدين جميعا. هو حقيقة هناك الكثير من القضايا التي حدثت فيها انتهاكات كبيرة وواسع الحقوق الإنسان، ويعني أثيرت حولها ضجة كبيرة وحملات إعلامية وحقوقية في نفس اللحظة، لكن للأسف الشديد بعد أن ينتهي الحدث سرعان ما يصمت الجميع وتنتهي وتذهب هذه الأحداث إلى يعني الأرشيف أو ربما قد تخرج من الذاكرة الوطنية. لكن حقيقة أنا نحن نسعد كثيرا عندما تثار هذه القضايا من قبل وسائل الإعلام الوطنية حتى تظل في ذاكرتنا هذه القضايا. نحن حقيقة نرصد هذه الأحداث ونوثقها حتى يجب أن تكون هذه الأحداث موجودة في ظل المرحلة القادمة في عملية العدالة الانتقالية، التي من أهم شروطها هو معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الأحداث، معرفة الفاعل الحقيقي لمن ارتكب تلك الانتهاكات، سواء كانت هذه الجريمة التي نتحدث عنها اليوم التي حدثت في العبر أو أي الجرائم الأخرى التي ارتكبت حق المواطنين أي طرف من أطراف الحرب، سواء كانت من الجماعات المسلحة أو من الجانب الرسمي والتحالف العربي. طيب سيد عبد الرحمن، ربما تكون هذه القضية مختلفة قليلا، المنظمات الحقوقية معنية بحقوق المدنيين، لكن في قضية كهذه معنية بحقوق العسكريين هل لها مدخل آخر أم أنها تظل في إطار المؤسسة العسكرية والمسؤولين العسكريين؟ لا، هو هذه تعد انتهاك باعتبار أنها انتهكت حق الإنسان في الحياة، سواء كان الإنسان هذا هو له حقوق، سواء كان مواطن سواء مدني أو سواء كان عسكري. القوانين الحرب العسكرية لها أحكامها في المعارك التي تدور في الساحة، لكن ما حدث هو عملية قتل الأشخاص كانوا متواجدين خارج إطار المعركة، خارج إطار الحرب، هم قصفوا بطائرة وهم في يعني مكان يبعد يعني أقرب جبهة إليهم عشرات الأميال، لم يكونوا ضمن المعركة، حتى نقول إن هناك شبهة حتى الخطأ. الجريمة نعتقد أنها جريمة متعمدة،
جريمة لا يمكن تبريرها، ولذلك يجب أن يكون هناك شجاعة من قبل الحكومة الشرعية، من قبل التحالف العربي في إجراء التحقيقات التي كانوا قد وعدوا فيها، وإصدار تقرير كامل يحدد فيها الطرف الذي أو الجهة التي ما قامت بهذا العمل، وما هي الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة. طيب في حال يعتبر أنه لا نريد أي تقارير تبرر مثل هذه الجرائم، يعتبر أنه يستحال أن يكون هناك أي مبررات. في حال قامت الجهات المعنية بالمماطلة وعدم القيام بواجبها في إظهار نتائج التحقيق، ما الذي يجب على أسرة الضحية أو الضحايا القيام به؟ نعم، هو يمكن لأسرة الضحايا أولا هو توثيق هذه الجريمة لدى المنظمات والجهات الدولية. هناك أيضا جهات خاصة بالأمم المتحدة وهي المقرر الخاص بقتل خارج إطار القانون حتى توثق هذه القضية التوثيق قانوني لدى الجهات الدولية، وكذلك أيضا لدى جميع المنظمات. يعني يجب أن يكون هناك ملف يرسل لكافة المنظمات حتى تشكل عملية ضغط من أجل إظهار الحقيقة، من أجل درجها ضمن العدالة الانتقالية، من أجل تعويض الضحايا الذين سقطوا، من أجل تقديم اعتذار لأسر الضحايا، وأيضا الإفصاح عن الجهة التي مارست هذه الجريمة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان. أعود إليك مجددا سيد عبد الرقيب الأبارة. بعد 8 سنوات، حتى وإن كانت قضايا حساسة كهذه، البعض قد يقول سأتركها ولن أتابع بعدها لأنه لا توجد هناك أي قوة تستطيع مجابهة الجاني. أنتم بالنسبة لكم، هل هذا موقفكم أم أنكم ستستمرون حتى النهاية لمعرفة الحقيقة؟ نحن نبحث باتجاه معرفة الحقيقة، بالأكيد سوف نستمر. نعلم أنه من يقف وراء هذه الجريمة يمتلك نفوذ عالي، لكننا سنواصل التمسك بالأمل حتى يتم، أو لا نقول محاسبة الجاني، أو حتى تعويض أسر الضحايا إزاء الجريمة التي ارتكبت بذويهم. وكذلك أيضا نحمل الحكومة الشرعية مسؤولية ما يجري، لأنها تقاعست عن المطالبة أو التحقيق في جريمة استشهد على إثرها واحد من أهم القادة الذين أسسوا الجيش الوطني والذي كان يدافع عن وجود الشرعية. هل تم التواصل معكم من قبل أي جهات سعودية أو غيرها لغرض إسكاتكم أو عدم خروجكم للإعلام والتحدث عن القضية؟ لم يتم التواصل بنا مطلقا، فقط كان التواصل من قبل وزارة الدفاع اليمنية، كنا على تواصل بوزير الدفاع وهو الذي يتواصل بالجانب السعودي. ماذا قال لكم يعني؟ قال أنه على دائم التواصل بهم، لكن كان يقول أنه لا يوجد تجاوب سريع. يعني دعاكم إلى عدم التصعيد أم لم يدعونا إلى شيء؟ قال أنه سيواصل العمل معنا من أجل كشف الجناح. طيب، ما هو الشيء الذي استنتجته من ما جرى في معسكر العبر وبعدها مسلسل الاغتيالات التي طالت قادة في الجيش؟ يمكن القول أن جريمة العبر كانت مقدمة لارتكاب جرائم أخرى بحق الجيش الوطني، وأن التحالف لم يكن يريد بناء جيش وطني لاستعادة الشرعية. وخلال 8 سنوات استطاع التحالف، الإنجاز الوحيد الذي استطاع التحالف أن يعمله هو فقط استهداف الكثير من القادة العسكريين، واستهداف حتى بنية الشرعية نفسها وإضعافها. الآن اليوم تشاهد الشرعية نفسها أصبحت مقسمة مجزأة، بداية باستبعاد هذه وأيضا باستبعاد القادة، الكثير من القادة العسكريين من مناصبهم، وترك الأمر برمته للسفير السعودي يدير الوضع كما يريد. لكن لا تعتقد أن السعودية بقيامها بعمل كهذا قد تفسدي خدمة للحوثيين وتقوي من شوكتهم وهي عدوة للحوثيين؟ الحوثي اليوم يطوف حول الكعبة يعني. فبعد 8 سنوات تغيرت الكثير من الأشياء. في البداية كان هدد الحوثي، أن السعودية كانت تقول أن الحوثي ذراع لإيران، واليوم العلم الإيراني يرفرف في الرياض، وكانت تقول أن الحوثيين سيقصفون مكة بالمسيرات، اليوم الحوثي يطوف حول الكعبة. يعني ترى بأن السعودية تخشى الجيش اليمني أكثر من الحوثيين؟ ليس تخشى الجيش اليمني، لكن ربما أن ليس لديها رؤية واضحة لإدارة المعركة في البلاد. هذه مشكلة السعودية.
لا تفرق بين من يمكن أن يحفظ أمن السعودية ومن يمكن أن يشكل خطر مستقبلي على المدى البعيد للسعودية، وهم الميليشيات المدعومة من إيران. قبل تساؤل عن مستقبل المؤسسة العسكرية اليمنية، سيادة اللواء، أريد أن أسألك مرة أخرى عن الحادثة التي جرت في معسكر العبر. لماذا صمت قادة الجيش؟ عندما نتحدث مثلا عن الحكومة أنها تقاعست فعليا عن المتابعة والملاحقة لمعرفة نتائج التحقيق، لكن هناك قادة في الجيش يعرفون حقيقة ما جرى، وأيضا في هيئة الأركان وفي وزارة الدفاع، لماذا صمتوا حتى اليوم؟ هم في الأساس لا يريدوا أن يدخلوا في أي مواجهة مع السعودية والإمارات، مع التحالف يعني، واكتفوا بوعود من قبل التحالف بأنه سيدعم الجيش الوطني وأن المعارك ستتم وأنه سيتم الوصول إلى صنعاء وأنه ستستعد الدولة إلى آخر يعني. لكن ما حصل هو عكس تماما يعني، تم إضعاف الجيش الوطني وعدم صرف مرتباته للشهور، عدة شهور لم يصرف مرتباته، منعت الدولة قيادة الدولة الشرعية من العمل من داخل اليمن وهذا لصالح الحوثي، ومنعت الدولة الشرعية من إدارة منافذها البرية والبحرية والجوية وهذا لصالح الحوثي، منعت الدولة من استخراج وتصدير النفط إلى الخارج لتوفر احتياجاتها الدفاعية والأمنية والمعيشية وهذا يصب لصالح الحوثي، قيادات الدولة في مجملها خارج الوطن ومعظمهم، قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية يقفون موقفا سلبيا مخزيا، كل الأحزاب بدون استثناء حتى تلك التي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها موقفهم سلبي وهذا يصب في صالح الحوثي، فتح للحوثي مطارات صنعاء وميناء الحديدة وسمح له باستيراد ما يشاء من البضائع وهذا يصب أيضا في مصلحته، فيما الحوثي استطاع أن يمتلك الصواريخ البالستية وأنواع أسلحة نوعية، الجيش الوطني لا يستطيع أن يوفر الذخيرة اللازمة والضرورية لإدارة المعركة. سيادة اللواء، أريد أن أشير، بينما أنت تتحدث الآن صوتك موجود لكن صورتك غائبة عن الشاشة، إذا بإمكانك إصلاح هذه المشكلة التقنية وواصل حديثك. في اتصال سينتهي يعني. نعم، طيب واصل حديثك عن موقف الأحزاب السياسية وكيف أصبح الحال بعد 8 سنوات. هناك نقطة أيضا سيادة اللواء أريد أن أسألك عليها، إن كان هناك دعم حقيقي لخطة اللواء أحمد الأبارة، كيف كان شكل الجيش سيكون اليوم؟ كان سيكون عندنا جيش نظامي مهني محترف على قدر عالي من الوعي، سواء في مستوى سلك الضباط أو ضباط الصف أو الجنود، كانت الفكرة فيها وطنية شديدة الوضوح، حتى قلت لك كان رئيس الأركان موجود في هذا المعسكر وليس له مكتب ولم يأتي إلى مأرب، وكان هناك إشراف مباشر من قيادة المنطقة العسكرية اللي هي الأولى ومن رئاسة هيئة الأركان العامة وهيئة العملية وهيئة التدريب، كلهم يعني يكرسون جهودهم من أجل بناء جيش نوعي. طيب هذا ما حصل. نتساءل أيضا سيادة اللواء، هل هناك فعليا استهداف للجيش؟ دعك من الحوثيين والحرب الموجودة معهم، هل هناك جهات أخرى تستهدف الجيش والمؤسسة العسكرية اليمنية؟ إنشاء تشكيلات قتالية خارج مؤسسة الدفاع عمل موجه ضد الجيش، إنشاء ميليشيات المجلس الانتقالي عمل موجه ضد الجيش، إنشاء ألوية العمالقة كقوة خارج سيطرة وزارة الدفاع استهداف للجيش، وجود قوات الساحل بمفردها خارج سيطرة وزارة الدفاع عمل استهدف الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، كل الذين يقاتلون مع الشرع، الجيش الوطني سواء في تعز أو في مأرب أو في الضالع أو في المناطق الشمالية، أينما كانت العمليات العسكرية التي تديرها وزارة الدفاع، فهذه الأعمال الأخرى وجود تشكيلات قتالية لا تدين بالولاء والطاعة لا لرئيس الدولة ولا لوزارة الدفاع ولا لقيادة الأركان ولا لهيئة العملية الحربية، هذا كله عمل موجه ضد الجيش الوطني وضد المقاومة الشعبية وضد رجال القبائل الذين كانوا يخرجون أسلحة قديمة عفى عليها الزمن وقاتلوا بها، البندق الموزر القديم والبنادق الجرمل وكثير من الأسلحة، وأخرجوا بعض أسلحة كانت تخصهم يعني كان أصبحت مصدية واستخدموها واستخدموا سياراتهم وقاتلوا بإمكانيتهم إلى جانب الجيش الوطني. يعني هذه المعطيات التي سردتها سيادة اللواء
سحب الجيش. نعم اسمح لي، سحب الجيش، اسمح لي، سحب الجيش من 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 كل نهر الى الى مأرب، عمل ضد الجيش الوطني والمقاومة. سحب الجيش من الجوف، من الجوف، عمل ضد الجيش الوطني. سحب المقاتلين والجيش من من تخوم البيضاء الى الجوبة، عمل موجه ضد الجيش الوطني والدولة الشرعية، وكلها اعمال عدائية تمنع اي انتصار للجيش الوطني والقيادة الدولة الشرعية. يعني هذه المعطيات التي ذكرتها سيادة اللواء، هل ترى بان تؤكد الفرضية التي تقول؟ نعم اريد ان اسالك في هذه النقطة سيادة اللواء، بأن السعودية ودول الخليج كانت تخشى الجيش اليمني قبل الحرب لأنه كان مدربا ومحترفا وكانت لديه قدرات كبيرة، وبالتالي كانت تراه كتهديد وخطر بالنسبة لها. سيادة اللواء، هذا ما حصل 2002 حينما جرى عرض عسكري ضخم في ميدان السبعين، وكان في أسلحة نوعية، وكان في عدد هائل من قوات العرض العسكري، وكان الشكل النظامي ملفت للنظر، الحركات، شكل الطابور، القطارات المتعددة، القيادة، قطارات البند، يعني كنا أمام جيش محترف مدرب تدريب على مستوى عالي وفيه يعني ويمتلك أسلحة نوعية. هذا طبعا لفت نظر السعودية، وقيل يومها أن سين من البشر الحاضرين أقسم على أن يعني أن لا يترك هذا الجيش ليهدد أمن السعودية والجزيرة العربية. أنت عارف الآن في هذه الظروف الصعبة والجيش الوطني بدون مرتبات يخصم من ميزانية وزارة الدفاع يعني 1.5 مليار من الميزانية، حتى أصبحت يعني مدير الدائرة المالية الآن يواجه ويصارع الكل، غير قادر على توفير المرتبات، غير قادر على توفير النفقات، وهذا الخصم غير مبرر، غير مبرر على الإطلاق، يعني لأن أعداد الجيش الوطني وحصرياته واضحة، ولا تصدق أن هناك يعني أسماء وهمية وغير. الجيش الوطني موجود بالاسم، وتستطيع أي لجنة أن تصرف المرتبات في التشكيلات القتالية لتعرف إذا كانوا يريدون الإصلاح، يعني تصرف عن طريق لجان ويدا بيد في كل مكان، لكن الهدف هو تدمير وإضعاف الجيش الوطني وإضعافه ماديا ومعنويا. طيب سيد عبد الرقيب الأبارة، ربما تبقى عدة دقائق، أريد أن أطلب منك أن توجه رسائل وخطأ لثلاث جهات. الأولى هي التحالف التي ترى بأنها متهمة بقضية اغتيال والدك، ورسالة أخرى للحكومة الشرعية وزارة الدفاع، ورسالة ثالثة هي لرفاق والدك في الجيش من قادة وعسكريين وأفراد وضباط داخل المؤسسة العسكرية. بالنسبة للتحالف، رسالة أننا نواصل مطالبتهم بإنصاف أسر الضحايا، لأنه الجريمة مروعة وذهب أكثر من 100 شهيد، ما بين أكثر من 100 ما بين قتيل وجريح. أيضا بالنسبة لرفاق الوالد الشهيد، كل بحسب موقعه يساندون في الضغط من أجل تحقيق العدالة وإنصاف أسر الضحايا. بالنسبة للحكومة، نعم الحكومة وجهنا حاولنا اللقاء بالرئيس هادي حينما كان رئيسا، ورفض اللقاء بأسرة الشهيد. رفض اللقاء، كان رده أنه يرفض اللقاء بكم؟ رفض اللقاء يعني الرئيس هادي، وأيضا نحملها المسؤولية، نحن لا نطالب الحكومة بل نحملها المسؤولية لأنها هي المناطة المناطة بمتابعة التحقيق وإنصاف أسر الضحايا. كل روح يمنية تقع على عاتق مسؤولية الحكومة، أي إن كان منصب مسؤوليها، سواء كان رئيسا للجمهورية أو وزيرا لدفاعها أو حتى رئيسا لوزرائها، هو المعني بمتابعة مصير هذه الأرواح التي أزيقت. هذا هو الواقع والذي يجب أن يكون، لكن في ظل وجود حكومة لا تقدم أي شيء، فبالتالي التعويل عليها يكون غير مجدي، ولكن نستمر بالمطالبات على أمل أن نصل إلى طريق ويتم تحقيق العدالة لأسر الضحايا. الوضع اليوم أسوأ قبل عند بداية الحرب، وأصبحت الحكومة غير قادرة حتى على توفير الخدمات البسيطة للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة. أيضا الحكومة اليوم تستجدي مرتباتها من التحالف، وبالتالي لا تمتلك إيرادات كافية.
الحكومة. لا أدري، يمكن لا يمكن القول أنه الوضع باليمن يذهب إلى الأسوأ إلا إذا حدث شيء. طيب عبد الرقيب، أريد أن أسألك بصفتك، إلى جانب أنك نجل للفقيد أحمد العبارة وكنت متواجدا في بدايات التكوين للجيش الوطني في تلك الفترة، أيضا أنت صحفي ومعد للبرامج هنا في قناة بلقيس ومتابع للأحداث وتطوراتها، ما هو مستقبل المؤسسة العسكرية اليمنية على ضوء المعطيات التي تشاهدها وتتابعها الآن؟ المؤسسة العسكرية تم تفتيتها وتمزيقها بالمعنى الحرفي لكلمة تمزيق وتفتيت. كل لم تعد مؤسسة واحدة أو تكتل واحد، هناك قوات متفرقة غير وزارة الدفاع ربما لا تعلم عنها شيئا وزارة الدفاع، وبالتالي البلد أصبحت كل شخص أصبح لديه ميليشيا خاصة به. مثلا يمكن القول الانتقالي في الجنوب والنخبة الشبوانية في شبوة وقوات الساحل، أيضا قوات الساحل بقيادة طارق. الجيش لا تعلم الآن أين هو الجيش، أيضا يوجد الجيش في مأرب اليوم لكن بلا مرتبات وبلا موارد وشبه لا يوجد مسرح للعمليات، حتى الحرب متوقفة تماما وكل يوم يتم إضعاف هذا الجيش بشكل ممنهج من قبل التحالف. أكيد التحالف. سيادة اللواء، في آخر دقيقتين من البرنامج، كيف يمكن لملمة هذا الشتات الذي يعيشه الجيش الوطني الذي كان ينظر إليه سابقا كجيش يمني منه من أقوى الجيوش العربية، خاصة وأنه اليمن تحتل موقعا استراتيجيا تحتاج إلى وجود جيش قوي قادر على تأمين ليس فقط أراضي البلاد وإنما حتى الممرات البحرية الدولية التي يستفيد منها العالم. من القادر اليوم على توحيد الجيش ولم شتاته وإعادته إلى وضعه السابق؟ التحالف لم يكتفي بما وصل ما أوصل إليه الجيش الوطني اليمني والمقاومة ورجال القبائل. الآن هناك فكرة مطروحة، طبعا هي شكلت لجنة عسكرية لإعادة هيكلة قوات الجيش الوطني الوحدات المقاتلة ودمجها في إطار وزارة الدفاع والداخلية. اللجنة عملت ما تستطيع أن تعمله من تقديم خطط وهياكل وبرامج ومقترحات ورفعتها، ولكن حتى عمل هيكلية وزارة الدفاع والأركان وغيرها، ولكن لم يؤخذ بها في قيادة الجيش ولا القيادة السياسية. هناك الآن فكرة مطروحة إعادة هيكلة الجيش الوطني بإلغاء المناطق العسكرية وهيكلتها على أساس ألوية منفردة وتتحول إلى ألوية منفردة، يعني المنطقة العسكرية إذا كان فيها 10 أو 15 أو 20 لواء لها غرفة عمليات واحد موحدة، يعني كل لواء أو محور عنده غرفة عمليات تتشكل منها غرفة عمليات مشتركة للمنطقة العسكرية السابعة أو الأولى أو الثالثة إلى آخره. الآن يريد إلغاء المناطق العسكرية وهيكلة الجيش الوطني على ألوية بولاء منفرد لا لقيادة الأركان ووزارة الدفاع، ولكن كما هو حاصل في العمالقة والانتقالي وغيره، بمعنى تفتيت الجيش الوطني بدلا من أن يكون كتلة وطنية عسكرية مهنية واحدة يصبح نوع من الشرذم في مناطق مختلفة لا رابط بينها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي سابقا. أشكرك أنت أيضا سيد عبد الرقيب العبارة نجل العميد أحمد العبارة الذي استشهد في حادثة العبر قبل 8 سنوات. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة، في أمان الله.